أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم طبعا راح ننتقل إلى جريدة الرأي العام في 6 مايو عام 1972. 6 مايو 1972 فاز القادسية على العربي بكأس سمو الأمير. هذا اللي حط فيه عبد الله العوضي وجاسم يعقوب. اي هذا صوره الله عليه عبد الله العوضي. هني طال عمرك عبد الله العصفور رئيس فريق القادسيه الله يرحمه، تسلم كاس امير البلاد من وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل الاستاذ حمد مبارك العيار، ويظهر في الصوره رحمه الله عليه ويظهر في الصوره الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله، المستشار الخاص للامير والاستاذ احمد السعدون الله يطول بعمره رئيس الاتحاد الرياضي لكره القدم. هذه طبعا الصوره جميله. جميله، ملعب نادي كاظمه. اي هذا طبعا عبد الله العصفور كابتن عبد الله العصفور ابو عابد السد سلم. العالي يحمل الكاس بعد فوزه على العربي للمره الثانيه، فازوا بالنهائي بهدف الكابتن رحمه الله عليه ابو فيصل كابتن عبد الله العوضي 68 احرز لهم هدف الفوز. نعم. و72 هنا احرز لهم هدف الفوز. فاز القادسيه بطوله كاس سمو امير البلاد المعظم بعد فوزه امس على النادي العربي بهدفين لهدف واحد بعد مباراه سريعه وشيقه حفلت بالاثاره والنديه طوال شوطيها. سجل اسحاق مرتضى هدف العربي في الدقيقه 16 من بدايه المباراه، واحرز جاسم يعقوب هدف التعادل في الدقيقه 30 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل عبد الله العوضي هدف الفوز القادسيه في الدقيقه 30، واصبح القادسيه حق امتلاك الكاس لفوزه باربع مرات متفرقة. نعم صحيح. نتكلم عن المباراه على ما طبعا هذه المباراه قيمت على ملاعب نادي كاظمه او الملعب نادي كاظمه المزروع في تلك الفتره. هني ولاده جاسم يعقوب، هذا كان اول نهائي يلعب فيه جاسم يعقوب في كاس الامير، اعتقد اول نهائي. نعم اذا مو الثاني اول نهائي. نعم طبعا القادسيه يمتلك كاس سمو الامير بعد فوز به المره الرابعه. اربع صور هذه بدنا نستعرضهم فهد. الصوره الاولى هدف الفوز للقادسيه احرزها عبد الله العوضي، وهذا سمير محمد علي ينظر الى الكره وهي في شباكه، سمير محمد علي حارس نادي العربي. الصوره الثانيه هذه مشاركه من سمير محمد علي حارس مرمى العربي، استعمل قبضته في ابعاد الكره عن جاسم يعقوب الذي شكل خطوره كبيره على مرمى العربي بضربات راسه. صحيح. الصورة الثالثة جاسم يعقوب أخطر مهاجمي القادسية يحاول مراوغة عبد العزيز مكي لاعب نادي العربي. الصورة الأخيرة والرابعة طبعا رابعة من فوق، يعني في صور أخرى. تكرر هذا المشهد كثيرا في الشوط الثاني، فقد أبعد سمير محمد علي حارس مرمى النادي العربي الكرات العالية وحولها إلى ضربات ركنية بينما جاسم يعقوب ينتظر الفرصة. استحق القادسية الفوز 2-1 بعد مباراة مثيرة وشيقة، جاهد العربي بناشئي وخسر المباراة بشرف. هني العربي وصل النهائي، يعني بعد يمكن 11 سنة واصل النهائي يعني متتالي، يعني 11 سنة وما غاب عن النهائي. قدم القادسية والعربي طبعا كتب فاروق التركي، قدم القادسية والعربي أمس مباراة شيقة حظت بالإثارة والندية وتبادل الهجمات خلال شوطيها وتخللتها بعض الخشونة في الشوط الأول لتغاضي حكم مباراة عبد السلام الياقوت عن كثير من الأخطاء المتعمدة مما جعلها تأخذ طابعا خشنا، ثم عادت إلى سيرها الطبيعي في الشوط الثاني. استطاع القادسية أن يفوز على العربي بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن انتهى الشوط الأول بتعادل 1-1. شاهد مباراة وفهد جمهور قفير ملأ مدرجات نادي كاظمة، وحضر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سيد حمد مبارك العيار نائبا عن صاحب سمو أمير البلاد والشيخ عبد الله الجابر مستشار خاص صاحب سمو، وطبعا ورؤساء الانديه والاتحادات الرياضيه. ايش رايك نطلع فاصل غازي نكمل بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد فاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا كنا نتكلم عن جريدة الأنباء. أي سنة تاريخ؟ 71. إيه؟ طبعا هذه تاريخها 6/5/1972 6/5/1972
مباراة النهائية بين القادسية والعربي اللي بعدها غابوا تقريبا 17 سنة وتقابلوا في نهائي 89. سبحان الله تصدق يعني شوف الظروف. هني النهائي صار بين القادسية والعربي 2-1 القادسية ملعب نادي كاظمة، بعدها 17 سنة تقابلوا بالنهائي مرة ثانية وبنادي كاظمة أيضا، وفاز القادسية أيضا بنتيجة 2-1 نفس النتيجة. نعم طبعا مثل القادسية أبو فهد حراسة المرمى مصطفى عجيبة، وخط الظهر عبد الله العيسى، عبد الله السالم، وعبد الله العصفور، وسلطان يعقوب. خط الوسط فاروق ابراهيم، عبد الله العوضي. خط الهجوم كريم نصار، شحته اللي هو عبد الحميد الحماد، وجاسم يعقوب، وحمد ابو حمد، طبعا ادم بين قوسين ادم لافي، مو ادم لافي بخيت، اي آدم, ادم ادم الحاج، ادم الحاج لعب مكانه لافي بخيت، لافي بخيت اي ادم الحاج صح لعب مكانه لافي بخيت. مثل عربي حراس المرمى سمير محمد علي، خط الظهر صالح عبد الله، حسين العسعوسي، مرزوق سعيد، عبد العزيز مكي. خط الوسط وسط جواد عاشور ويعقوب عبد الله، وخط الهجوم عادل عبد العزيز، علي ملا، علي فرج، اسحاق مرتضى، اللي استبدل طبعا بعبد الرضا رمضان. هدف العربي مثل ما قلنا احرزه اسحاق مرتضى في الدقيقه 16 من الشوط الاول من كره تهيئت له على اثر ارتدادها من دفاع القادسيه، من تسديده لعادل عبد العزيز خطفها اسحاق لتسكن الزاويه اليسرى لمرمى عجيبه. هدف القادسيه الاول في الدقيقه 30 من الشوط الاول، مرر سلطان يعقوب كره الى حمد ابو حمد اللي دخل فيها الى الوسط، ثم مررها الى عبد الله العوضي اخذ مكان مناسب في الجناح الايسر، ثم حول كره عاليه عرضيه ليطير لها جاسم يعقوب عاليا ويسكنها قويه على يمير سمير محمد علي بين قوسين، هدف رائع. هدف فوز القادسيه في الدقيقه 30 من الشوط الثاني، مر كريم نصار بالكره طوليا من ناحيه اليمين، ثم حولها عرضيه ليقابلها العوضي بيسرى مباشره لتسكن على يسار سمير محمد علي، هدف ممتاز. طبعا هذا بخصوص مباراه. هني طبعا صوره جمهور المشاهدين يتابع مباراه اهتمام شديد، يتوسطهم نائب سمو الامير ووزير الشؤون الاجتماعيه والعمل. وهني هاي الصوره الثانيه، اهدر شحته هذه الفرصه لو عبد الحميد الحماد بعد ان مر من دفاع العربي سدد الكره لتمر بجوار القائم البعيد. طبعا المباراه هذه مثل ما قلنا لك يعني قيمة على نادي كاظمه، كانت من اجمل المباريات اللي تقابل فيها نادي القادسيه والعربي. مباراه حاسمه في تاريخ الكره اليوم. بريطانيا تحتفل بعيدها المئوي، وليدز يونايتد يحاول انتزاع الكاس من الارسنال. هذه صوره لاعبو الارسنال يحملون رئيسهم على الاكتاف حاملا كاس البطوله في العام الماضي، فهل يحافظ الارسنال على الكاس اليوم؟ ارسنال مع ليدز. طبعا مباراه كاس انجلترا ينقلها التلفزيون اليوم، تلفزيون الكويت. كان التلفزيون الكويتي في تلك الفتره ينقل الدوري الانجليزي او مقتطفات من الدوري الانجليزي وايضا نهائي كاس انجلترا. هذه طبعا مباراه داميه بين القيسي ولانش، اوقفها الحكم لنقل البطلين للمستشفى. عدنان القيسي المصارع العراقي مع تيلي لانش. جرت امس على حلبه المصارعه بالنادي العربي مباراه مرتقبه بين المصارع العربي عدنان القيسي المصارع الامريكي داني لانش، ولم تكتب المباراه، اوقفها الحكم بسبب اصابه اللاعبين بنزيف دموي، نقل على اثره الى المستشفى. طبعا هني تدري كم مشاهد؟ كم؟ 10,000. اي طبعا المتعهدين في تلك الفتره جايبين مصارعين، هذيلي انا ما اعتبرها رياضه، لكن لكسب المادة. يذكر وقتها الجمهور من الجاليه العراقيه، لانه هو مصارع عراقي عدنان القيسي، فكان يقولون ودوا لامريكا بتابوته. عن لا يقول لك وقد تقرر ان تكون المباراه الحاسمه بين البطلين يوم الاثنين المقبل عقب هالذبحه، في مباراه في ذبحه ثانيه. وصلنا لنهاية الحلقة. تجوري وغازي. تجوري صورة جميلة طبعا، هذه محمد الخطيب يهنئ محسن الفارس. بعث محمد الخطيب مدير كرة بالنادي العربي برقية تهنئة التالية إلى محسن الفارس مدير كرة بنادي القادسية بعد انتهاء المباراة بمناسبة فوز القادسية بكأس صاحب السمو أمير البلاد المعظم. الأخ العزيز محسن الفارس مدير فريق نادي القادسية، أهنئكم بفوزكم بكأس صاحب السمو أمير البلاد المعظم، متمنيا لكم واعضاء الفريق. طبعا الشغله هذه عاديه، هذه صوره في تلك الفتره، الشغله هذه عاديه، لكن لان نفتقدها الايام هذه بيجي لك الروح الرياضيه في تلك الفتره
القادسية يفوز على غريمة أو الديربي المعروف بين القادسية والعربي في نهائي كأس النادي العربي بعث بغت تهنئة ثاني يوم على طول. هذا يبين لك أن الروح الرياضية كانت عامة في تلك الفترة. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.